السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي ندويو على المنتخب المغربي والمشجعين المغاربه اللي ساندوا المنتخب المغربي، ومنهم حتى دي فلوغر حتى هما مشاو تما ووصلوا لنا داك الحدث وعيشونا معاهم في ديك الاجواء الحماسيه والاجواء كما كتشوفوا العرب تاحدين اسم فريق عرب مغربي ان شاء الله غيربح الصبليون باش يرفع راس العرب، ماشي راس المغاربه، راس العرب غير عمل الفوق ان شاء الله غادي نربحوا الصبليون ان شاء الله. كما كتشوفوا الاجواء واعره بزاف، تبوريشه والله تتبوريشه الخوت، نشوفوا هاد الفيديوهات هادو اللي بزاف والله. مشاو الخوت فنانين، مشاو ممثلين، مشاو كوميديين، لي فلوغر كاع الدراري مشاو باش يوصلوا لينا ديك الاحساس. لقطات واعرة الله يجد تبوري شما كراتش انا نكون معاهم تما والله ما كنت، ولكن غالب الله نساندوهم من هنا ان شاء الله. عاتي راسي بلو فور كو توا، تسمع هذاك الصوت ديال الجيران كلو تيغني اكخويا، عاتي شنو باش نعيش هذاك الكلام انا وياه عمري ما نساو. علاش شديتي المغرب زديتي وحطيتيه في قطر؟ سير سير سير. الهدف الثاني يعني تبارك الله. فهمتي غينش ما يمكنش ما يمكنش جوج الجزائر والبلجيكا راه ما يمكنش، ولكن المغاربة كاينين. حيدوني انا بيت بالفار كان كيبكي هذا. انا والله الا بكيت قسما بالله العلي العظيم الا بكيت وحق الرب العلي العظيم. ويحوايج جنب يمشوا على اليوم باش يمشوا كيتنظر عزاز عليا في السر. انا ماركي وصاحبي صادق. لا ان شاء الله ان شاء الله. ولادك الثاني رخوت طاحت لي الكاميرا جيوا بزاف تتورع منتخب فيصل بلوك فيصل خبوت الله يجزاه واحد الفرحة ما نقولش ليك والله. عرفتي من 86 خبوت ما شافوا هاد الفرحة بحال والله تبارك الله. ان شاء الله ان شاء الله مربوحة مربوحة ان شاء الله. أجواء رائعة خوت والله. أه بشوية تب شوية تب شوية عليك دابا تسخف شد فراسو شد فراسو والله إلا أجواء رائعة والله. فكرات شكون تما تانا التونية ديال المغرب الخوت والله الا تشوا بزاف. جيران ما كيعمرش بحال هكا اللي كتكون لعبه شي بقا كتكون لعبه المنتخب المغرب كيبلوكا والناس كيبقاو على برا كيلقاوش بلايص. الملك الخوت كنسجل دابا وكنسمع الشتا خيط من السماء الخوت الله يزيدنا والله يعطينا على قد النفع. يلا نمشيو نشوفو الماتش ديال المنتخب المغربي ضد نظيره البلجيكي اللي سال فوز ديال المنتخب المغربي 2-0 ان شاء الله، ويكون ان شاء الله فوز على المنتخب الاسباني حتى هو 2-0 ان شاء الله. ندوزو الربع النهائي. منبت الاحرار مشرق الانوار منتدى السؤدد وحماه
قبلة المحبين وموطن الكرماء والشرفاء، مغرب العز بين الأمم، بلاد البربر والأمازيغ والصحراء. منها انطلقت جيوت الفتح لتبني حضارتها في بلاد الأندلس، وفيها جبال الأطلس الشامخة وهي موطن الأسود. في المغرب لكل عربي مسكن وهوى، وفي سماؤها روح العروبة، ومن ينابيعها تروي ظمأ القلوب. تقول أحلام استغامي، لم أعرف يوما أن للذاكرة عطر أيضا، فهو عطر الوطن. وكذلك المغرب له عطر يعلق في الذاكرة ويشمم المسافة ألف وطن. في هذا اللقاء يسعى بكل تأكيد للوصول إلى الدور القادم، ويعلم تماما بأن لقاء اليوم يجب أن لا يقل أبدا عما كانت عليه الأمور في المواجهة الماضية أمام المنتخب البلجيكي. مرور بشكل مثالي جدا، وبعد ذلك عرضية داخل منطقة كثير بالنسبة لآدم فايلت كأكثر. وبالمناسبة الكرة بمحاولة ملعوبة، لكن ياسين بونو، ياسين بونو في التوقيت المناسب يخرج أمام باتشواي ويبعد الكرة. لله كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء رأسية بعد ذلك، لكن أبعدت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية دار والاثنين موجودين في أرضية في الملعب، تغطية دفاعية موجودة، عرضية داخل منطقة الجزاء الذي يلعب لنادي الوحدة. كرة بمحاولة، لكن أيضا صار كرة موجودة من حكم المباراة سيزر راموس. خطأ لمصلحة المنتخب البلجيكي ولقائده. تركها إلى كيفن دي بروين، محاولة ملعوبة داخل بداية أحداث اللقاء. أمامية ملعوبة، لكن أيضا خروج من منير محمدي، ولم يكن التفاهم موجود ما بينه. متفرد في استاد دوسيل، كرة بتسديدة اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركنية، ركنية، الكرة طالت على حكم زياش. وصل منير محمدي، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية من باتشواي، رأسية من باتشواي. خطر، أسرع 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 يا شباب. كرة بتسديدة في أحضان حارس المرمى منير، رادت من جديد، تسديدة تأتي من مسافة. حلوة 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 الكرة، والمحاولة علت العارضة من زياش وتحول أن تتجاوز كورتوا، لكن كورتوا هو من تجاوز الصين. كورتوا ثقة الجزاء لا زالت مستمرة وقائمة، ملعوبة تأتي والتسديدة إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج أرضية الميدان. إذن هذا هو اللقاء الثاني. هي الأسماء وصل إلى الدور نصف النهائي. كرة المحاولة عرضية ملعوبة، لكن الحمدي لمحمدي لمحمدي في التوقيت المناسب. منير يتصدى للمحمية، محاولة في الجهة اليمنى، انطلاق الآن، مغربية مغربية، أوهو. خطيرة جدا لمصلحة المنتخب المغربي هذه الكرة وهذه الانطلاقة من أشرف حكيمي، والتسديد بالقدم اليمنى لكن إلى خارج أرضية. محاولة تأتي ملعوبة خطيرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. والآن محاولة لمصلحة المنتخب المغربي، ملعوبة، جول 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 حكيم. أسد الأطلس يزلزل الأرض تحت أقدام بلجيكا ويسجل أول الأهداف، يتقدم بنتيجة المواجهة. أول الأهداف للمنتخب المغربي، قادر ابن المغرب، قادر وابن نرجع للحظة التنفيذ. الحكم اتخذ قراره، الحكم اتخذ قراره، الحكم أوهو يلغى الهدف، يلغى الهدف، يلغى الهدف على حكيم زياش. لكن برافو برافو المنتخب المغربي، برافو لأسود الأطلس في شوط أول مميز جدا، ظهروا من خلاله بصورة رائعة وسجلوا. ألغي الهدف بعد ذلك عن طريق حكيم زياش بسبب وجود التسلل. شكرا للزميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. الهدف لوجود التسلل، كرة لمحمد إمام وصلت إلى حكيم زياش، زياش يسدد لكن في أحضان حارس المرمى تيبو كورتوا. تيبو كورتوا تصدى للتقدم، مر بشكل مثالي جدا وسدد. الله 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 على منير، قمر ينير سماء الدوحة في مباراة اليوم،
عن اشرف حكيمي، كره بمحاوله راسيه لكن بعيده عن المرمى الى خارج ارضيه الملعب. هذا اوننا، هذا اوننا. طيب المنتخب خطيره في الجهه الارضيه، الله 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 الله. المانيا، المغرب، البرتغال، وانضمت الي السعوديه، كره بمحاوله حلوه، الكره الماضيه جميله جدا. عاتل الصيري، الصيري، لا 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 لا، مرة وقائمة لمصلحة المنتخب المغربي، تسديدة من هذا المكان بعيدة بعيدة وضعيفة من نصير مزراوي، مرت إلى خارج، تصل إلى حكيمي، من حكيم إلى حكيمي، إلى كرة وبعدت في التوقيت المناسب، وصلت إلى باتشواي، لعبت مرتدة لكن طالت طالت طالت، عادت من جديد إلى تورغن أزار، إلى البديل تليمانس، ميرتنز يسدد، الله 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 يا محمدي، الله يا منير، يا محمدي، يتصدى لمحاولة إدريس مير، داخل منطقة الجزاء، المحاولة لا زالت مستمرة، باتشواي يسدد وسهل عن حارس المرمى منير المحمدي، منير المحمدي، رائع جدا منير، رائع جدا منير من خلال مباراة اليوم، تركيز كبير جدا بالنسبة للمحمدي والتصدي، لكن أيضا جدا لا زالت مستمرة وقائمة تسديدة لكن بعيدة تماما عن المرمى عن طريق البديل إلى خارج أرضية الملعب، كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا يا السلام يا السلام، كرة بمحاولة مغربية ملعوبة مباشرة، جول جول جول، هذه المرة أسود الأطلس تزر في مدرجات المواجهة ويأتي هدف التقدم الآن، يأتي هدف التقدم الآن، عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد، دي بروين، دي بروين أمامية داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، مرت من أمام الجميع، يا نجمة تغني أطربت السامعين وسحرت الناظرين، نعم الكرة ملعوبة داخل المنطقة راسية، مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت ولله الحمد، سلامات 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 سلامات، مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، بعد ذلك لوكاكو، وكرة لوكاكو إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى، ركلة مرمى، قلت لكم هذا يكون لصالح المنتخب المغربي، أينب أينب، فلتهتز المدرجات مرة أخرى وتصرخ الجماهير، وغربية من أجل الثاني، مغربية من أجل الثاني، أوهو، انطلق يا ابن المغرب، انطلق يا ابن الصحراء، محاولة إلى كيفن دي بروين، إبعاد يأتي عن طريق تروسار، عرضية داخل منطقة الجزاء، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. خلال أحداث اللقاء، أمامية ملعوبة، السيد داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت، حمد الله حمد الله حمد الله حمد الله، أوه يا عبد الرزاق فيك، لكن أمامية ملعوبة، مرت 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 إلى ركلة مرمى الآن، إلى ركلة مرمى الآن، أول هدف يسجل مونديال 2002، كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا خطيرة جدا، لا 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 لا، للتاريخ للتاريخ للتاريخ، أسود الأطلس يصنعون التاريخ هنا في شباك العريض، في شباك كورتوا، للتاريخ وللذكرى للذكرى للذكرى، الله 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 الله، منبت الأحرار في تربتك ينبت ويولد المغاربة متشبعين بالحرية، مشرق الأنوار منك تشرق، والجمال والإبداع، خلاص خلاص خلاص، سطر آخر يكتب في مونديال العرب، فخر آخر يرسم على صدور العرب، وكلمة أخرى تقال باسم العرب، وفي مونديال العرب يجب أن نتكلم بلسان عربي سعودي وبلسان
عربي مغربي وبلسان عربي تونسي بحول الله.